اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بادم احمد ادم، لاعب النادي الاهلي تحت 16 سنه، مواليد 2008، وصاحب فضيه افريقيا في بطوله الكاراتيه اللي اتعملت في المغرب منذ ايام. اهلا بك يا ادم، منورنا قناه النادي الاهلي ومبروك. الله يبارك في حضرتك. طب يمكن يعني ادم ابن النادي الاهلي، انت مش مدربه. تمام. طيب ازاي شارك ادم وازاي وصل في التصفيات؟ يعني كلمني عن مشوار ادم. مشوار ادم هو ما شاء الله من لعيبه الابطال المميزين على مستوى مصر في المرحله السنيه بتاعتهم، وخضع لنفس التصفيات بتاعت بطلتنا لميس بنفس المواصفات بالظبط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. برضو كان مع مرحله، يعني ادم بيلعب مرحله 2008 ما شاء الله، وكمان اتاهل على 2007 كله. بالظبط، اتاهل على 2007، وكان في طبعا نفس المنافسه الشرسه اللي موجوده في التصفيات في مصر، لان احنا ما شاء الله عندنا لعيبه اقوياء جدا في كل المراحل السنيه. وبعدين لما بتيجي تعمل التصفيه مش بتلاعب لعيبه عاديين، هم كل اللعيبه اللي انت بتنافسهم اساسا هم معاك جوه المنتخب، فكلهم ابطال. صحيح. فاحنا عايزين ناخد رقم واحد في الابطال دول. حاجه و30 لعيب بتاخد منهم رقم واحد، بتبقى منافسه صعبه. بالظبط. فما شاء الله ادم زي ما قلت لحضرتك من لعيبه كويسين جدا ما شاء الله. وعندنا المرحله دي خصوصا في النادي الاهلي 2008 مرحله 2008 ولاد وبنات كويسين. ممتازه جدا. مرحله قويه جدا، والمنافسه حتى الداخليه بينهم وبين بعضهم في السن قويه. وعندنا الفاينل بتاع الجمهوريه من واحنا 10 سنين، 11 سنه 12 13 14 سنه أهلي. بيبقى الفاينل اهلي ما شاء الله. طب ادم انت قعدت كام يوم في المغرب؟ 6 ايام. قعدت اسبوع تقريبا. اسبوع. طيب الفاينل كان مع مين يا ادم؟ واد مغربي. المغرب كان. طيب كان الفرق قريب في الفاينل؟ يعني انت خدت فضه، كان الفرق قريب ولا كان يعني الفرق كبير؟ يعني انت خسرت ازاي في الفاينل؟ هو احنا كل واحد عمل اللي عليه. برافو عليك. بس توفيق ربنا. توفيق ربنا. بس انت عملت اللي عليك. كل حد عمل اللي عليه. طبعا. طيب يعني لما دخلت التصفيات انت 2008 وكان معاك 2007 و2009، كنت حاسس انت تطلع الاول؟ لا. انت ما كنتش متوقع ان انت تطلع. يمكن دي حته برضو يعني بتبقى صعبه من اللعيبه، ان هو يعني يبقى داخل التصفيات وهو كمان سنه صغير ومعاه 2007، تبقى صعبه. بالظبط. بس احنا بنحاول نعالجها سيكولوجيا بقى مع اللاعب. ازاي انت بتعملوا ايه؟ بتتكلم معاه ان انت لاعب بطل زيك زي اللعيبه اللي موجودين، السن بتاعك، لان السن بيبقى يعني ممكن تبقى شهور فرق في السن. صحيح. فانا مش عايز المعيار ده يبقى بالنسبه له عقبه في التصفيه. بالظبط. لان هو ده اللي حصل مع ادم في المغرب، يعني اللاعب اللي كان بيلعبه اساسا بطل المغرب، على فكره هو لاعب كويس، مش لاعب يعني، هو طبعا مصنف طبعا رقم 5 على العالم طبعا. وادم لعب ماتش قوي جدا معاه. وعلى فكره من ضمن الحاجات برضو ان احنا بنقول ادم يعتبر بالنسبه لنا هو مش لاعب خسران، لا هو الفرق طبعا طبعا. الفرق بينه وبين اللاعب في الفاينل كان 3 من 10 في ال خبره جدا. جدا. فرق بسيط جدا يعني، هو ما شاء الله يقدر. دي كانت اول بطوله ليك الرسميه تروحها افريقيا دي؟ لا، اول بطوله اسافرها في حياتي. اول بطوله اسافرها في حياتك؟ يعني يمكن لميس لعبت كرواتيا، انت دي اول بطوله ليك. كنت قلقان وانت مسافر؟ انت شكلك بص، شكلك بص يعني شكله بص قلبه ميت. ايوه. فدي حاجه كويسه. طيب لما رحت المغرب وشفت اللعيبه قلقت؟ قلت لا ممكن اخسر بتاع خالص. طيب ومدربك ما كانش معاك صح؟ طب كان بيكلمك بعد البطوله؟ مين مدربك؟ كابتن محمد عبد القادر. كابتن محمد. كابتن محمد. طيب ايه الصوره دي؟ طيب فكرني بالصوره دي كده، مين ده؟ ادم بيبص لي بيضحك. ده انت مركز وبتاع والبصه. لا البصه تخوف، تصدق انا خفت يا ادم. دي كانت فين؟ في ماتش ايه فاكر؟ اول ماتش. اول ماتش. فاكر كان مع مين ولا لا؟ كنا مجميع. مجميع. طب انت فاكر مجموعتك يا ادم؟ مين؟ السنغال، نيجيريا. السنغال، نيجيريا، تمام. تونس. تونس. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. ده كان مجموعه جامده. طلعت فيها اول ولا طلعت اول؟ الناحيه الثانيه كان المغرب برضو اول. المغرب اول. لعبتوا فاينل على طول؟ اول واول لعبوا فاينل. انت قعدت كنت بتلعب ماتش كام؟ كل يوم كام ماتش؟ يعني بتلعب ماتش في اليوم، بتلعب قد ايه؟ لا هو البطوله كلها ماتشين بس، احنا لعبنا ماتش الصبح بدري ماتش بالليل. هي كلها كانت كده بس. طب ايه ده ما بيبقاش اجهاد عليك؟ يعني انت بتحسش انت تعبان؟ يعني ماتش الصبح وبالليل عادي؟ عادي.
طب انت لما طب ايه اللي عجبك في المغرب؟ لما رحت المغرب ايه اللي انت شفته عجبك في سنك الصغير ده؟ يعني ايه اللي شفته في الشوارع حلوه، الناس، الصاله، يعني كلمني ايه اللي شفته في البطوله عجبك؟ ولا حاجة. ولا حاجه، يعني انت كنت مركز في الكاراتيه بس؟ لا ده رايح ده بص ده هو شكله في الصوره، لو عدينا الصوره تاني يا جماعه انت مركز في الكاراتيه بس. تحب الكاراتيه؟ طب ليه اخترته؟ بابايا كان حكم فعلا لاعب كاراتيه، بابا كان حكم ولا يعني انت واخده بالجينات؟ اخواتي الاثنين لاعبين كاراتيه. اخواتك الاثنين اهي الصوره اهي، اخواتك الاثنين اللي اكبر منك ولا اصغر؟ اكبر مني كان بيلعبوا كاراتيه، حد منهم كان بطل زيك؟ اختي اختك كانت بطله اكبر منك بكتير، اختك سنتين. سنتين، فانت طلعت بقى بابا واخواتك والدنيا وقلت لا انا هلعب كاراتيه. برافو. طيب نفسك تعمل ايه غير ميدالية؟ طبعا افريقيا دي انجاز كبير، اول بطوله ليك وتاخد فضه ده انجاز كبير جدا، نفسك تعمل ايه بقى؟ يبقى أول عالم ان شاء الله تبقى اول عالم وحافظ على الميدالية. تحافظ على الميدالية. انت عندك اول بطوله جايه بطوله عالم ممكن تشارك فيها ولا صعب؟ في تصفيات شهر 11 كده تصفيات في مصر ولا بره؟ في مصر. طب وبعد ما تخلص مصر تطلع بطوله العالم؟ ولا هيجيب أول هيسافر نفس اللي حصل في افريقيا؟ نفس اللي حصل في أفريقيا. طيب شهر 11 ده 2007 داخلين معاك؟ شفت انا بقى المره دي هبقى اكبر واحد. شفت بقى شفت السؤال؟ ما انا عارف انه شهر 11 2007 يكونوا كبروا، فانت هتبقى اكبر واحد، يعني انت فرصك اكتر واحد، شد حيلك يا بطل.